بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع عشرة 17 درس. معاني الكلمات. سوزلرني مانولر. فأس بولتا فؤوس بولتالر. منشار أر مناشير أرلر. مطرقة بولغة مطارق بولغتلر. مكنسة سبرغة مكانس من سبرغلر. مجدهد ترشقاق فعال. نشيط بوهامبرخل نشطاء بكوبليغ نشيط حركات فعل الأرضية. كسلان دنجسبو كسالة دنجسلر كسالة ما نبون داي بولش كده كسالة بو دنجسلر. كبير كتا كبار كتلر. صغير كتكنا صغار كتكنالر. طويل بو أزن طوال أزنلر. قصير قصق قصار قصقلر. جديد يانجي جدد يانجلر. قديم اسك قدام اسكلر. حاد بو اتكر ديان كهام اتمس. كنس سپرده يكنس سپر يبتيو كي سپرده اكن سپر كنس سپرمق. يقرؤون اقيدلر يعني جملة لرن اقيدس. تلميز مجدهد ترشقاق اقوچ. تلميز كسلان دنجس اقوچ. شباك كبير كتا درزه. باب صغير كتشكنا إشك. قلم طويل أزن قلم. عجل كبير كتة عجل نميد بزق. مسترة قصيرة قسقة تزغج. فأس كهام وتمس بلتة. أين المكنسة سبرغ قيرد. كتاب قديم إسك كتاب. قلم جديد ينج قلم. مهر صغير كتشكنا تايشق. رجل طويل أزن كش. سكين حاد بو أتكر بشق. منشار كبير كت أر. لوح كبير كت لوحة تحت جا برنش درس كان. افتح الباب الكبيرة بيرد لام لان تيباس سكمرة. افتح الباب الكبيرة كت إشكن أتش. أين السكين الحاد أتكر بشق خير ده. اكتب على اللوح الكبير كتا تحت چگه ياس تحت چه استگه ياس. ها تل مطرقة بلغة چانه بير كيلتر. لا تلعب أيها التلميذ الكسلان اي دنگس اخوچه اوينمگن. خذ قلمك القديم اسك قلمين آل. ها تي كتابي الجديد ينگ كتابم نبير. فتح الخادم الباب الكبير خادم خزمتكار كت إشكنا أجت. التلميذ الألف بتبسط أعبار. التلميذ المجتهد يكتب على السبورة الكبيرة بالطباشير. ترشقاق أخوچه كت دوسك أستجه بوربلن يكتب يزيبت. أكنس البيت أيها الخادم اي خزمتكار اين سبرغن. ابري قلمك بالمبرات الحادتي قلمين اتكر قلم ترش باك بلن اتلا اتكن دي مخش. لما اشتريت كتابا قديما نموچون اس كتاب نسات بالدين. احترموا آباءكم وامهاتكم اتنالرنجزن وانالرنجزن حرمت قلنجلر. لا تلعبوا وقت الدرس أيها التلامذة الكسالى اي دنجس اوقوچلر درس وقت ده لا تلعبوا اوينمنجلر بو كوبلي ده. هؤلاء التلامذة المجتهدون يقرؤون دروسهم بو ترشقاق اوقوچلر درسلرنى اوقيبتلر.